رجعنا لكم من جديد واكيد مكملين بمطبخ رؤيا، وهلا صارت معنا بالاستوديو احلى شيف بالعالم طول بعض انا وياكي، بدناش نحكي العمر بلا فضايح. شيف مايا عمرها 12 سنه، عندها فقرة بيت بيوت واللي رح تكون ابتداء من يوم السبت بمطبخ رؤيا، فقرة كتير حلوة بتجنن لحتى ننمي مواهب الطبخ عند الأولاد الصغار، وأكيد مايا بتكون معهم بكل حلقة وبيعملوا وصفات بتجنن. كيفك مايا؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ مايا حبتي كيفك؟ تمام يو جود؟ نورتينا بمطبخ رؤيا. شكرا. مايا احكي لنا أكثر عن هيك شغفك بالطبخ وليه بتحبي الطبخ؟ أنا بحب العلوم أصلاً، بس أنا بحب أخترع بالأكل وكثير بحب أطبخ. أها حلو. طبعاً شيف مايا، حلو لما نادي شيف مايا عمرها 12 سنة بتحبيه؟ طبعاً. شيف مايا لغتها العربية هيك شوي مش قوية، احكي لنا ليه؟ عشان أنا عشت ببريطانيا قبل هيك وصار لي راجعة سنتين. حلو. عشان هيك عم بتدرب على عربيتي. على العربي. عشان أصير أقوى. حلو حلو. بس برافو عليكي، كثير متحسنة. صح. وأنا شفتك قبل فترة كنت هلا كثير كثير تعبانة على حالك. شكرا. The best of luck. عن جد صرنا نحكي مع إنجليزي بدل ما نعلمها عربي. Good luck حبيبتي. طب احكي لنا شيف مايا، إيش أكثر أكل بتحبي تعمليه وتطبخيه؟ أنا بعمل كثير أكلات، بس يعني من أكثر اللي بحبها بحبها أعمل الباستا من السكراتش. كل المعكرونات من الألف إلى الياء. صح؟ فريش باستا بتعملي مع سكاكي. وشو كمان بتحبي كمان تعملي؟ بحب أعمل السكونز إذا بتعملي. يس معروفهم. الخبز البريطاني. يس. والله وصفات حلوة. بتعملي جنبه كلوتد كريم وجام وهيك، بتعيش اللحظة كاملة بريطانية كاملة. طبعا عايشة كانت بريطانيا بدها اكيد تعملها هاي القصص. طيب احكي لنا، مين اكتشف عندك موهبة الطبخ انه انت جد شاطرة بالطبخ، ومين ساعدك؟ اول شيء طبعا عائلتي، ماما بابا واخواتي. بنوجه لهم تحية اكيد اكيد. وكمان كانوا كل عائلتي، وكمان دعموني جذور جذور الاودات. بدك تحكي بالانجليزي عادي، مترجم مش مشكلة يعني. وكمان في كيتشن ايد للادوات، كثير حلوين ادواتهم. فهن دعموكي وساعدوكي لحتى تطلع بفكرة البرنامج أو أنك تعملي هذا البرنامج، وأكيد رح يكون بمطبخ رؤيا زي ما حكينا لكم كل يوم السبت ضمن مطبخ رؤيا بس على شاشتنا الحبيبة رؤيا. طب حكي لنا كيف تختاري الوصفات؟ يعني أنت مثلا تكوني قاعدة هيك تقولي مثلا اليوم والله بدي أعمل هاي الوصفة، كيف تطلع عبالك؟ عشان الشفات اللي بيساعدوني زي شف إيمان، في شف ماهر كمان. وكمان بقرأ كتير على الإنترنت وكمان بالكتب. وهم بيساعدوني إنه مجتهدة ألاقي. مجتهدة. طب سؤال، قد ايه بتحضري مطبخ رؤية؟ دائما. هلأ مع المدرسة رح تبطلي تحضرينا لايف، بس بترجعين بالبيت تخلصي الهوم وورك بتقعدي بتحضرينا لايف على الفيسبوك، ترجع بتعيدي اللايف، هي يعني عشان ما يروح عليك ولا شيء من مطبخ رؤيا. طب ايش انت اكثر اكله بتحبيها؟ بتحبي تاكليها مش تطبخيها؟ اكلها برضه باستا خاصه. ملفوف. ملفوف؟ ملفوف. جد؟ شوف قد يعني هي بتحب تطبخ باستا واسكا اكل عندها الملفوف، قد ايه حلوه انت مايا عن جد. جد والله بتحب طب لازم نعملها ملفوف. خلص ماشي انا جاهزه. يعني حتى قبل شوي كنا جايبين بصير تشف ايمان. انه من الاكلات اللي بتحب التوم. ايوه شف من الناس اللي بحبوش توم، بنقول كيف بيقدروش كيف بكلوش توم وهنا بحبوا الملفوف والملوخيه. طب مايا شو حابه تطلعي بس تكبري؟ حابه تكملي بمجال الطبخ وتصيري شيف محترفه، ولا حابه تطلعي شيء ثاني؟ انا بدي اكون كيميائيه بالاكل. وكمان كثير بحب، عندي كثير مواهب زي انا بعمل رياضه، تراك اند فيلد راكد، وكمان باسكت. وكمان وكمان كثير بحب الفاشن ديزاين. حلو. شو حلو هيك، يعني جامعه من كل شيء، موهبه رياضه طبخ كيمياء علوم فاشن، فيلا الله يوفقك يا مايا. طب وسؤال، هذا السؤال رح تحبه، امك بتساعديها بالطبخ بالبيت؟
تطبخي عنها مرة. بس أهم إشي لازم أنظف وراي. وأكل ماما زاكي. كتير زاكي. زاكي. طيب خلص بدنا عزيمة من ماما. بدنا عزيمة. بدنا عزيمة على ملفوف. طبعا بنوجه تحية لوالدة مايا موجودة معنا هي بالاستوديو. حدا كتير بجنن عن جد، الله يخلي لك مايا بتجنن. لأنه عن جد هيك الأهل لازم يكونوا بدعموا المواهب لو شو ما كانت، بدعموها وبنموها لحتى تكبر فيهم أكتر وأكتر. تعرفي آية أم مايا دائما معها وين ما تروح، طبعا دائما معها ودير بالها عليها وبتشجعها. عن جد يعطيكي ألف عافية. يعني يعطيكي ألف عافية. ألف ألف عافية يا رب. طيب مايا شو رأيك طبخات الشيف إيمان اليوم؟ كتير طيبين. رح تضلك معنا تتغدي معنا صح؟ هلا بشوفي كيف هون تقلب سفرة غدا وكله بينزل وبياكل. فهلا رح تتغدي معنا. ايش حكيتي سلمى؟ تمام. اوكي. طبعا نحن اكيد مكملين وصفاتنا مع الشيف ايمان. مايا بدنا نشكرك كثير واكيد نتمنى لك كل التوفيق بمجال الكيمياء والطبخ والرياضة والفن والفاشن ديزاين، شو كمان، والمدرسة. أهم شيء المدرسة كمان. ما شاء الله عليها يا رب. يعني هيك عقبال ما تكبري وتصيري وتحققي كل أحلامك وتنمي كل مواهبك. وأكيد لا تنسوا تحضروا الشيف مايا ببيت بيوت. ذكرتني بأيام بيت بيوت. كنا نبعد كثير حلو اسم الفقرة. بفقرة بيت بيوت رح تكون ضمن مطبخ رؤية كل يوم السبت ابتداء من الأسبوع الجاي. احضروا شيف مايا وكل يوم رح يكون معها أصدقائها الشفات الصغار لحتى تعلمنا وصفات جدا جدا زاكي.